تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. إخوتي أخواتي سيداتي سادتي، الموضوع الأول اليوم قرأنا فيه بعض الصحف تقرير إخباري بيقول إنه مثلا في بريطانيا في 10 سنوات الأخيرة 4 ملايين مسيحي تركوا المسيحية، إما صاروا ملحدين إما تبعوا أديان أخرى. فجيد نعرف إنه هذول مع الأسف مع احترام لهم طبعا كانوا مسيحيين بالاسم، أو زي ما بيقولوا باللبناني على التذكرة، مع إنه على الآن على فكرة ما بحطوش الدين في جوازات السفر الغربية في البلاد الغربية، يعني مسيحيين بالاسم بالوراثة. قداسة البابا بنديكت السادس عشر أيضا هنا في فلسطين لما عملوا سينودوس يعني جميع المسيحيين وخصوصا جميع الكاثوليك، كانت فكرتهم أنه يجب أن ننتقل من الإيمان الوراثي الموروث إلى الإيمان الشخصي، يعني إحنا ولدنا مسيحيين ويجب أن نصبح مسيحيين أكثر. طبعا ما ناقص هدول، اللي ناقص هدول مثلا خلينا نحكي عن الملحدين، الإلحاد كيف يأتي؟ الإلحاد إما يأتي عن فكر أو يأتي بسبب الحياة، يعني بسبب سلوك الإنسان، بسبب سيرة الإنسان. زي ما بقول أحد الكتاب بقول عندما يخالف بعضهم يعني بعض البشر لما بيخالفوا الوصايا العشر بينكروا الله، بينكروا وجود الله، لأنه بصير أهون إلهم إنه ينكروا وجود الله. إذا مخالفة الوصايا العشر تقود إلى إنكار وجود الله، بصير الله يضايقهم، بصير الوصايا تضايقهم، بقول لك أنا بدي أكون حر، بدي أعمل اللي بدي إياه هلا، ولكن الإنسان ما بيكون حر. السيد المسيح سؤال الحق في إنجيل يوحنا، الحق الحق أقول لكم إن كل من يقترف الخطيئة هو عبد، بالشكل المطلق هو عبد. الإنسان الذي لا يسيطر على نزواته ورغباته على غضبه هو عبد مش حر. بتقولوا لي أبونا أعطينا مثال، تفضلوا، هذا اللي اسمه آدم لمزة مختل عقليا بس حر، معاه بندقية ولا رشاش، بيدخل على مدرسة وبرش 25 بني آدم بما فيهم طبعا البعدة ما فيهم 20 طفل، هاي في حرية. أما لو في منع للسلاح أساسا مش لازم السلاح يكون بين إيدين الناس، بأي صفة واحد ملطوش زي هذا بين إيدي سلاح؟ كيف فيش قانون بقول لك حر؟ وين الحر؟ زي هالشبيبة اللي ضد بداية بأمه طبعا، هلا زي هالشبيبة مع الأسف صار عندنا هالموديلات هاي اللي خصوصا في الغرب بتقول لك احنا بدنا نعيش زي ما بدنا، أنا حر بجسدي، أنا حرة بجسدي. يعني بيلعبوا بإيش؟ بجسد الإنسان. طب لما أنت بتلعب في أماكن الحياة عند الإنسان، زي ما كان يقول لي أحد الكهنة أجا زارنا، أحد الكهنة الأوروبيين زار إحدى رعايانا وإحدى مدارسنا، قال لي أبونا تهانينا إلكم بهالمجتمع اللي عندكم، تهانينا إلكم بالشبيبة اللي عندكم، بالعائلات اللي عندكم. قال لي إحنا، وهذا الشيء طبعا ضد الإنجيل، مش تقولوا إنه المسيحية هي فاسدة، لا، حتى القرآن بيقول إنه ينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف ويصارعون في الخيرات.
طبعا انا بستشهد بالقران حتى احكي للعالم الاسلامي انه فيش شيء اسمه فساد وانحلال في الانجيل. اذا في فساد وانحلال فهو ضد الانجيل بشهاده القران نفسه. انا بحكي مع مين؟ مع اخوي المسلم. بقول لي مثلا عندنا ممكن بنت عمرها 14 سنه يكون مرق عليها كذا اجهاض او المخدرات. وتنسوش انه الاحتلال اول ما اجى صار يشجع خصوصا في مدينة القدس وفي البلدة القديمة صار يشجع المخدرات واشياء تانية. فعشان هيك لازم نحافظ على هذا الجو. ولكن كيف بدنا نحافظ على الاخلاق اذا فيش وعي؟ كيف انا بدي اكون خلوق اذا انا مش مقتنع بالاخلاق؟ هلا في بشر انا بعرفهم معرفه شخصيه يعني هيها بدها تتعتس على اخر الدنيا. ليش؟ حتى تغطي على تخبيصات بنتها. طبعا قدامنا بيعملوا حالهم ملائكه. ليش؟ لانه لما الانسان بيلعب بالحياه الحياه ايش؟ تنتقم منه. زي بدنا نفهم العالم الشرقي انه لما انت بتسحق المرأة فكرك راح تكون مبسوط؟ لما بتسحق المرأة، المرأة راح تسكت لك؟ زي ما كانت تقول فطوم حيص بيص، لازم انتقم منه، راح تنتقم منك. وانتقام المرأة فظيع، قد ما محبتها هيك بقولوا، شو بفهمنا، قد ما محبة المرأة دافئة وعميقة ومستعدة تضحي بحياتها خصوصا الأم ولا لا؟ قد ما يعني بتعرفوا العالم الإسلامي بعرف هالإشي بقول كيدهن عظيم. فعشان هيك انطلقنا من فكرة إيه؟ إنه كتير مرات إنكار وجود الله لا يأتي عن اقتناع بل يأتي عن إيش؟ عن طريقة حياة اللي من الأساس إذا بدنا نحكي عن الأساس هي حياة من غير الله. وزي ما بقول المثل الفرنسي A force de ne pas vivre comme on pense on finit par penser comme on vit. اسمع الحقوني يا بنات مار يوسف. يعني عندما يتمادى الإنسان في أن يخالف بسيرته مبادئه ينتهي به الأمر بأن يفكر كما يعيش. ما بفكر في الإشي المضبوط، بفكر إنه اللي هو بيعمله هو المضبوط. وهي قيلت عن أحد مؤسسي إحدى أكبر حركات الاحتجاج على الكنيسة. شو بقول؟ بقول لك الأب تيوبالد بير، هذا من أكبر الأخصائيين الكهنة الألمان الكاثوليك، بيقول لك حياة فلان هي لاهوته. طبعا احنا منين ناخذ لاهوتنا؟ من الإنجيل، من التقليد الشريف، من تعليم الكنيسة. لا، هذا اللي نحن نشير إليه، حياته صارت لاهوته، يعني سيرته صارت المبدأ اللي بده البشر ايه يمشوا عليه وصار مقتنع فيه. زي اللي بضلوا بعين منكم يكذب، وفي الاخر ايش بصير؟ بصير يصدق كذبته. تعرفوا هالنكته ولا لا؟ كان جحا، على فكرة جحا شخصية تاريخية إذا ما معكمش خبر. مين جحا؟ واحد تركي اسمه نصر الدين أوجا. نصر الدين أوجا وجد مظبوط. في ناس بيقولوا إنه مش شخصية حقيقية. هي النظرية الثانية بتقول لا، واحد تركي وأنت صادقة اسمه نصر الدين أوجا، فأعطى
بالعربي زح هاي عسان دار ازحى يعني شخصية حقيقية. المهم الأولاد زي ما بقولوا البزازلة مكردة، الأولاد يجننوا وين ما يروح هالأولاد يلحقوه ويجننوا. قالهم شايفين القرية اللي تحت هاي فيها عرس، اهربوا اهربوا يا أولاد، هناك في أكل وشرب ولعب وطبيخ، تعرف أبو عرب حبوا الطبيخ كمان، الحقوا يا أولاد روحوا في عرس. كل هالأولاد تركوا زحى وركاد على العرس. بعدين فكر زحى قال ليكون مضبوط إنه في عرس، ونزل هو ونزل هو على العرس. هلا الموضوع الثاني الانتقال من المسيحية إلى أديان أخرى. ليش الانتقال إلى المسيحية؟ بسبب نظرة نقد إلى المسيحية، الإنجيل غلط والخورة غلط والثالث أقدس غلط مثلا. طبعا في عنا أجوبة لكل هذا الكلام. شو اللي بيحصل هنا؟ بيحصل فراغ. طالما أنت بتصير تشك في دينك إيش بصير عندك؟ فراغ. بهالفراغ ممكن تحط أي إشي تاني إذا الإنسان ما بينتبه. بصير عنا زي في الحب، إيش الحب الأعمى، تعرف يعني عيب أحكيها أنا، بس بتذكر رحمة الوالدة بلاش أحكي عن حالي. مرة صار في كليل قدامها من غير اليوم، بعد الكليل قالت لي ماما وين عينين العريس؟ يعني بدون مؤاخذة من دار الأعمى فكرك وين يعني إنه في حول، في حول، مو بس حول يعني. طبعا هلا يبدو إنه في عمى في كل حب يبدو، بس برضو ما تجيبوه السيرة. المهم إنه لما في موقف حب، خلينا نقول لما في موقف عاطفي، الموقف العاطفي هذا مهما عمل الطرف المحبوب مقبول ومحبوب، ومهما عمل طرف تاني مرفوض مكروه. هذا اللي بصير لما واحد مسيحي بحطه في مخه انه ايمانه المسيحي غلط، مثلا بيشجعوه انه يصير بوذي. ايش بصير؟ يشوف كل شيء في المسيحية اسود، وفي البوذية ايش؟ كل شيء حلو. روح النقد، روح النقد الكريتيسيزم اللي كان عنده ضد المسيحية لا يمارسه مع مين؟ مع البوذية. ببطل مخه يشتغل ايش اللي بيشتغل؟ بس العاطفة، التعاطف بسبب الفراغ، وطبعا بسبب الجهل. زي هذاك الواحد بدنا نورجيه على فكرة هاي هذا الشريط، لأنه هلأ الله هدا، كان دائما ينتقد الكنيسة ويعني ثلاث أرباع خارج عن الكنيسة، يعني ثلاث أرباع برا وربع تفكيره جوا الكنيسة. مرة قلت له أنت ليش تنتقد الكنيسة؟ قال لي لأنه حرفت الكتاب المقدس. قلت له هل أنت بتعرف اللغات الأصلية؟ قال لا. طب كيف حرفت وأنت بتعرفش اللغات الأصلية؟ هل عندك إثبات علمي على هذا الحكي؟ لا. أني فئة بدك تنضم إلى الفئة الفلانية؟ طيب معك خبر أنه هاي الفئة هي اللي حرفت وهي غير مسيحية؟ قال لا مستحيل. قلت له كيف مستحيل؟ زي ما كان يقول هذاك البجالي، مش معقول صح؟ مش معقول. يا عمي روح وشوف. بعدين نادينا واحد يوناني بعرف يوناني قديم، قلت له تفضل اقرأ هذا النص وشوفها في ترجمتهم. برجع وبقولكم فئة غير مسيحية تدعي المسيحية، اللي أنا أحكيك أخوري مرفوض. قلت له أنا بدي أسكت، خلي هذا اليوناني اللي بعرف اللغة اليونانية القديمة هو يحكي، طالما أنت لما تشوف توب خلص خلص بتعكر مزاجك، تفضل اسمع منه. لما سمع منه زي هذاك الواحد من سكان بيت لحم،
يا ابو فلان، لسه ما كانش ابو فلان، ما جاي كان جاي يتصل بيت بنات، تعرفوا عنا بصرش تقول له ابو ما بصرش، ما ينفعش، وين نحط شرفنا زي ما كانت تقول والدتي. طيب المية واربعة واربعين الف يا حبيبي اقول له، وطلع على لساني سعد وانفرم علائي وارتفع الضغط والسكري في سفر الرؤيا، ولا اظن راح يكونوا من جميع الامم، بس 144 ألف راح يطلعوا على السماء. يا حبيبي اقرأ في سفر الرؤيا، 144 ألف بس يهود، 12 سبط، 12 ألف من كل سبط، 12 ب 12 ألف قديش بيطلعوا؟ 144. هلا مش معقول، قلت له حط، شوف اطلع بعينيك الأربعة على النص، يقرأ، سكر الكتاب، قول لي بدي ترجمة تانية، هاي مش طيب، تفضل ترجمة تانية. لا بدي أسأل الجماعة، قلت له فيش عندك مخ؟ يقرأ في الزيارة الثالثة والخمسين، يحط هالنظارات ويسلحها هون في بيت لحم. شوفوا الاشي البخزي، في بيت لحم ناس يتنكروا للمسيح للصليب، في الاخر بقول لي بتعرف يا اخوري؟ قلت له اه. قال لي معاك حق. ذوق ساباتريكي يوكي ايوك نرمتي. ايش اللي كان مانعه؟ العاطفة، التعاطف. منصحكم كمان انتم مع اولادكم، مش ولد شو ما يعمل يلا مسموح له، ولد تاني او بنت تانية شو ما تعمل حتى ولو صح بتروحوا بتنتقدوها وشو اسمه وبتبهدلوها، لانه هذا الابن المدلل. عادة الابن المدلل والبنت المدللة هم اللي راح يسببوا لكم اكبر متاعب، ما فيش فايدة. مش انت افسدته؟ هيك بقولوا بالفرنسي. انت البعيد افسدت ابنك، فهذا الفساد رح ينقلب عليك البعيد. اذا الخص كلامي انه اذا عندهم هالقد انتقاد للمسيحية قبل ما يعتنقوا دين تاني او قبل ما يعتنقوا جماعة تانية داخل المسيحية، على الأقل شو العدل يقضي؟ إنه يكون عندهم نفس الروح النقدية، مش كل شيء أرفضه هون وكل شيء أبلعه هناك. اسمحوا لي أعطيكم كمان مثل، نفس الشخص الحبيب أو لا واحد تاني، واحد تاني هالمرة حتى ننوع التشكيل بتاعي. كل ما كنت أقول له الكنيسة قبل ما اكمل جملتي يقول لي غلط، موقفها غلط، موقف وثني. اي كل ما نحكي عن الفئه اللي هو متعاطف معها، هالمره كانت شهود يهوى، لا مظبوط، ما فيش فايده يعني بدون اي تفكير، كله موقف عاطفي تعاطف، موقف اعتباطي. في الاخر مره قلت له يا فلان انا معجب برئيس شهود يهوى، فانبسط هيك شفته عينيه صاروا يعني هيك بحلق عيني زي ما بقولوا. قال لي ايوه ليش ليش انبسط، يعني بده يسمع زي ما بقولوا بالانجليزي it's music to his ears. ليه ليش مبسوط؟ قلت له لانه لما راح على ريو دي جانيرو في البرازيل شاف كل هالفقر اللي هناك، بإيده خاتم ثمين جدا قدمه لرئيس البلدية وقال له هاي هديتي لفقراء هذه المدينة. شو رأيك يا فلان بهذا العمل؟ قال لي عمل محبة مسيحية يشكر عليه. صح صح؟ صح. قلت له إذا لازم نشكر قداسة البابا يوحنا بولس الثاني. قال لي ليش؟
شو زقه؟ بتعرف أهل القدس بقول شو زقه؟ قلت له أنا غلطت، والبابا يوحنا بولس الثاني هو اللي أعطى الخاتم، مش أنا غلطت، مش رئيس رئيس يهود شهوة، مش قال لي البابا اللي أعطى الخاتم. قلت له قال لي أعطى الخاتم. قلت له قال لي هاي مفسدة للأخلاق. قلت له ليش؟ قال لي هدول بتعرف تبعون البرازيل، هدول الكرنفال والسامبا واللمبادا، هدول بياخذوا المصاري من هون صح؟ بزيد فسادهم من هون، يعني خربهم أكثر من هون، بدل ما يكحلها عماها. قلت له إذا لازم نلوم رئيس يهود يهوى. قال لي ليش؟ قلت له ما هو اللي أعطى الخاتم. رجعت لنفس القصة. في الآخر قال لي طيب في الآخر مين اللي أعطى الخاتم؟ قلت له مش مهم، لأنه حسب موقفك شو كان؟ موقف عاطفي اعتباطي، مجرد ما إنه تبع يهود شهوة شهود يهوة، طبعا شهود يهوة اسم يهودي من العهد القديم، إشعياء 43 10 إلى 12، المسيح قال ستكونون لي أنا يسوع شهودا، مش شهودا ليهوة. إذا شهود يهوة اسم يهودي، كل أجهزتهم اسمها يهودي عبراني من العهد القديم، منيح؟ مجرد ما أقول شهود يهوة توافق عليه بدون معرفة، مجرد ما أقول الكنيسة إيش؟ تدينه، وهو نفس العمل. طيب في إلها تكمل القصة، مش راح أطول عليكم. إذن العدالة، ماذا تقضي العدالة؟ زي ما أنا مستعد أنتقد الإنجيل والكنيسة وحتى مستعد إنه أتركهم، على الأقل الدين الجديد ولا لا؟ ولا الجماعة الجديدة اللي بدي أنضم إلها، على الأقل إيش يكون عندي نفس النظرة النقدية، وإلا بتكحل يعني من الدلف بصفي ايش؟ لتحت المزراب، من الدلف لتحت المزراب. فهذا اللي حبيت احكي لكم اياه، انه دائما نفس الخدعه، الاقناع السلبي. شو هو الاقناع السلبي؟ بما انه دينك صح اذا انا غلط، بما انه دينك غلط اذا انا صح. زي ما تقول بما انه هون برد معنا في القدس في تدفئه، مين قال لك؟ ممكن يكون في ايش؟ برد اكثر. لا يكفي انه انا اكون انه الانجيل يكون غلط عسى وكلا، حتى انه كتاب ثاني يكون صح. حتى الكتاب الثاني يكون صح لازم تثبت انه صح بنفس النظره ايش؟ النقديه. ما يكونش عندنا الموقف العاطفي الاعتباطي اللي هو موقف ظلم. وشو بنلاقي في كتب التاريخ؟ كتب التاريخ في الموسوعات نقد بس ضد الكنيسة الكاثوليكية. طيب والباقيين ملائكة؟ بقول لك رجال الإصلاح كلهم ملائكة؟ اقرأوا حياتهم وشوفوا، اقرأوا كتاباتهم، بلاش عم حياتهم، لأن حياتهم ممكن واحد تاني كتبها. اقرأوا كتابات من يسمون برجال الإصلاح، ووقتها بتقولوا لنا إذا زي هذا اللي كان بدي أقول لكم إياه في آخر هذا الكلام. أنت بدون مؤاخذة خاطب، تركت خطيبتك، مش لازم طوالي تخطب واحدة تانية، أو بدون مؤاخذة اثنين كانوا على علاقة محبة أو حب وجداني تركوا بعض، مش لازم طوالي بعدها يأخذوا طرف ثاني. هذا بالعنجليزي بسموه الريباوند. شو الريباوند؟ لما الطابة بالعرب الدارج بيقولوا بالطج، لما الطابة بالطج ما بتوقفش محلها، تقفز وين؟ لمحل ثاني. هذا بسموه الريباوند. البنت هاي اللي راح تخطبها سيادتك طوالي بعد ما تركت خطيبتك الأولى، أو بعد ما هي تركتك ودفعتها حق الماكنتوش وراس العبد اللي
اللي اشتريت لها اياه، اهلا وسهلا. هاي انت في الواقع ما بتحبها، انت بدك اياها فقط حتى تملا ايش الفراغ. انتم فاهمين علي؟ فهاي الامور حبيت اوضحها مع تشابيه الحياه العمليه، وشكرا لاصغائكم.